السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا عن المدرب المنتخب الوطني الجزائري وبلايلي، وين يفاجئ يوسف بلايلي بخطوة جريئة كي ولا كيسموه ذاك اللي يلعب الأهلي السعودي في مانشستر سيتي. خاطش الناس في الفيسبوك هم يكتبوا رياض محرز لعب سابق مانشستر سيتي، او دي راه يلعب في يسموها الاهلي السعودي. الاهلي السعودي ما يسموهاش مانشستر السعودي ولا يسموها مانشستر الاهلي، يسموها الاهلي السعودي جده، وقيل في جده. هذه هي الناس اللي مازالوا ما راهم يكتبوا ويقول لك باللي يا ودي محرز لعاب مانشستر سيتي. يا ودي هذا انت داير له تريكو تاع الاهلي، شو راهم يردوا عليكم الانصار تاع السعوديه تاع الاهلي السعودي؟ قال لكم الا ما تنطقوش بالاهلي السعودي ما تقولوش محرز لعاب مانشستر سيتي، ما تذكروش محرز يلعب في السعوديه. وانتم ما استعودتوهاش برسالكم باللي هذا اللعاب يلعب في السعوديه. هذه هي نورمال عادي، هاو قولوا الاهلي السعودي، على تقولوا لعاب رياض محرز لعاب السعودي يعني دير مباراه مليحه في السعوديه. هاو احنا كيما الناس اللي ما تعرفش يعجبوا باللي مانشستر سيتي لعبت كونت ايكيب ماتش عميكو مع ايكيب من السعوديه او مالكم. لا يلعب في السعوديه هذا، راهو يديروه بالسيف ديروه في الاخرى، ديروه في جوفنتوس، يعطوه في جوفنتوس. وإقامة سويسري فلاديمير المدرب المنتخب الجزائري بخطوة جريئة تخص اللاعب المخضرم يوسف بلايلي العائد مؤخرا إلى الترجي التونسي. ويوسف بلايلي صنع الحدث على مدار أشهر الماضية بين عروضه القوية مع مولودية الجزائر ومشاكله الانضباطية مع الفريق، والتي كانت سبب في رحيله وانضمامه إلى بطل تونس التاريخي. ولم يتوقف بلايلي عن إثارة المشاكل حتى بعد عودته إلى تونس، عندما دخل في اشتباك مع أحد المنافسين خلال مباراة ودية للفريق الترجي استعداد للموسم الكروي الجديد. والنظر لكل ما سلف ذكره، كان الجميع يتوقع أن يبقى يوسف بلايلي خارج حسابات المدرب المنتخب الجزائري، والذي لم يوجه له الدعوة منذ توليه مسؤولية يعني لخلافة المدرب السابق الذي انهزم أمام موريتانيا. اليوم يوسف بلايلي الناس هذو اللي كانوا بيوخروا كاع اللعابة اللي كانوا مع المدرب السابق، هذوك يعني كلاب الجراو يعني ما كانت تاعكم ضرب وين صبحت في مزبلة التاريخ. كلامكم ما كانت تاعكم مزبلة التاريخ، جماعة تاع غادي وخروه داروا له عملوا له هاراويره محرز هاراويره راه عنده جايبه عادي مؤمن ولي عاود يجيب بلايلي. هيا انتوما نسيتوا باللي ماندي نسيتوا ولي جا ولي تعايروا فيهم كيما ذاك بو كلبه، هذاك الحلوف هذاك هشام العريضه، هذاك الحلوف هذاك قاضب الطريق تاع طردوا اللعابه اللي كانوا مع المدرب. يا ودي مي جا المدرب السابق صاب محرز وصاب بلايلي، هذوك صابهم هاو محرز بلايلي بن عمري بونجاح، هذوك لعبوا لي ماتش مع ليكيب ناسيونال وكانوا لعابه خير منهم، كانوا مازال ما بانوش. هذه هي كي جاوا واجبهم ولا وين البوصيك، كانوا في الاكاديميه تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم في الفريق المحلي، واخ لعبوا في الفريق المحلي نسيتوا ولا كانوا قبل هذاك المدرب؟ وكي راه المدرب انتوما استغليتو هذاك الحلوف غوص يقولكم باللي بيطردوا اللعابه اللي كانوا مع المدرب هذاك اللي راح بوكلبه ملهيا قاضب لا يعاير في اللعابه اللي جاو كيما بونجع كيما بالرحمه كيما بن طالب يعاير فيهم يقول لهم جياع مشي رجال ويا رايحه. واحد منا يقول لهم طردوه في طول وراك ملهيا يعاير في كل واحد قاضب كوتي
صح اليوم لا، اليوم كاع بانت الهضره تاعكم يعني لازم يقيسوها في الطواليت، هذه هضرتكم وانتوما كاع طواليت. ووفق لما نشرته يعني وعكس كل يعني التوقعات، قرر فلاديمير توجيه الدعوه الاوليه ليوسف ليلي استعداد لفتره التوقف الدولي المقبله. واكد نفس المصدر ان حظوظ بليلي في انضمام لقائمه النهائيه خلال سبتمبر تبقى ضئيله ان لم تكن منعدمه، كون اللاعب لم ياخذ اي مباراه رسميه منذ فتره طويله. وجاءت دعوه الاوليه من المدرب لضم يوسف بليلي بمثابه دعم معنوي للاعب لكي تدفعه لتحسين سلوكه ولياقته خلال الفتره المقبله. نورمال عادي يجيبها هذو كاع جزائريين ويجوا يمثلوا الجزائر ويجوا نورمال، بصح اشتي لك يجي يقدم واش يمكن تقديمه. محرز يجي، محرز لازم نشوفو يعطي اضافه ما يعطيش اضافه، بزاف صوالح هذه محرز الى جا لازم نشوفو، ماشي يجي تاع او بغيتوني نخرج محرز ولا كيما هكا، يجي قدم نشوفو يعني لا يقدم لا يعطي اضافه ولا ما يعطيش اضافه. إذا ما ماشي الطريقة السد تدي ما ترد هذه هي. بالتالي لأن عودة النجم رياض محرز إلى صفوف المنتخب خبر، وين نعتبره خبر مليح بشرط أن يقدم إضافة للفريق، لأن عودة من أجل العودة دون القدرة على المساهمة في تحقيق نتائج إيجابية لا فائدة منها. راح تسمع السي محرز يعني مشي العودة من أجل العودة، احنا ما عرفناش تاع العودة من أجل أو ولا ما نحوش تاع اسماوات، كاش اسماوات كاش قائمة تاع اسماوات، قائمة لمد الجزائر. يعني مشي العودة من أجل العودة دون قدرة على المساهمة في تحقيق نتائج إيجابية لا فائدة منها، والخوف كل الخوف أن يكون الناخب الوطني الجديد فلاديمير يعني قد خضع لضغوطات جهة مجهولة دفعته إلى استدعاء رياض محرز، على الرغم من أن أدائه في فريقه في المملكة العربية السعودية لم يعد أداء جيد. خاطش علاه رانا نشوفوا البارح ربحوا ومحرز قدم محرز شادار، يا ودي تبع بارتيه كامله شوف محرز تاعك شادار، هو محرز جايب لي لقطه انايا جايبه في لقطه وقاعد تاع بين عبيت عبدوه ولا هم مالكم بيديروا وزير السعاده جديد ولا لم يعد اداء جيد كما كان عليه الحال قبل فتره، ان يعني معال استدعاء لاعبين الى النخبه الوطنيه والجاهزيه البدنيه والفنيه والمعنويه، بالاضافه ايضا الى رغبه اللاعب في تشريف الالوان الوطنيه. الى ما عندوش رغبه ينجم يروح ينجم ما يجيش، مهما يكون من الامر باتت المباراه من اجل تصفيه كاس افريقيا على مرمى حجر، اول مباراه مبرمجه في 5 سبتمبر المقبل امام غينيا الاستوائيه، والميدان فقط هو من سيثبت جاهزيه محرز من عدمها، يعني يا الجاهزيه يا مكاشي هذه هي. انا باش تردوا صعيك محرز عاد محرز يا ودي رياحه رياح ولدي خويا رياح، قام نجيش معاكم وما نجيو معاكم كاع، لازم تديروا الحسابات. راهو لازم نديروا حسابات الا العوده من اجل العوده، لا خويا لازم يقدم والميدان هو اللي غادي يحكم. هذه هي الميدان هو اللي غادي يحكم ونشوفوا سبحان الله كاين ميدان. هذه مكاش اللي يجي مكاش اللي يجي يقرا لي قرايه وحده اخرى ولا مكاش ولا لا، كي كاين ميدان الحمد لله يا ربي، ماشي كتبه ماشي تجيب لي لقطات وتحطهم وتحشم باش تقول لي لعاب تاع كيسموه لعاب لعاب تاع مانشستر سيتي، ما تقوليش لعاب تاع الاهلي سقم روحك.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.